فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. إذا كتاب الصلاة باب الترمذي باب ما جاء في التعجيل بالظهر، روى الترمذي بسنده عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. الأسود يروى عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: ما رأيت أحدا كان أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من أبي بكر ولا من عمر. فجعلت المسألة سنة الخلفاء الراشدين مع سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال في الباب عن جابر بن عبد الله وخباب وأبي برزة وابن مسعود وزيد بن ثابت وأنس وجابر. وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن. الترمذي حسن الحديث، لذلك هم رموه بالتساهل في هذا الباب. حكيم ابن جبير صراحة قال عنه البخاري منكر الحديث، ففيه كلام كثير. جبير حكيم ابن جبير هو علة الإسناد. حكيم ابن جبير يعني الكلام ورد فيه كلام قوي، يعني كلام شديد. البخاري قال منكر الحديث، وإذا قال البخاري عن راوي منكر الحديث فليس لجرحه من إيش؟ من علاج، لا يندب الجرح. وأبو حاتم قال ضعيف. أعتذر، شعبة الذي تكلم فيه حكيم بن جبير، نعم شعبة هو الذي تكلم فيه وترك الرواية عنه. أحمد هو الذي قال هو منكر الحديث، أحمد قال منكر الحديث. أما البخاري قال يعني شعبة ترك حديث. حقيقة الأمر كما قلت السند هنا ضعيف، لكن الطرق هي التي تقوي هذا الحديث، وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل الصلاة الظهر، يعني إذا أذن المؤذن فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتأخر بعد السنة إلا أن يصلي الظهر. وقد قال العلماء، ليس ثمة خلاف بين العلماء عند الغيم وعند البرد في الشتاء يعني باستحباب تعجيل الظهر. حقيقة الأمر في كل الأحوال، في شدة الحر، في أيضا في الصيف في الشتاء، تعجيل الظهر أو تعجيل الصلاة بوجه عام هو الأصل وهو المستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة على وقتها. وفي رواية في المسند أحمد، وإن كان السند فيها ضعيف لكن يستأنس به، الصلاة على أول وقتها. الصلاة على أول وقتها، التعجيل بالصلوات لا بصلاة الظهر فقط، التعجيل بالصلوات هي السنة، هذا الأصل في السنة. وما أخر النبي صلى الله عليه وسلم الظهر عن وقته الأول إلا في حالتين. الحالة الأولى هي حالة شدة الحر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر، إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر، هذا اشتد الحر. والحالة الثانية هو لما في يوم النحر وبعده في أيام التشريق، في أيام التشريق في الرمي، كان النبي يؤخر صلاة الظهر حتى يرمي بعد الزوال. كان النبي يؤخر صلاة الظهر حتى يرمي بعد الزوال، لذلك الشافعي قال ومن السنة استحبابه تأخير صلاة الظهر للرمي، أو قال من عجل الظهر قبل الرمي فقد خالف السنة. فالأصل تعجيل صلاة الظهر، الأصل تعجيل صلاة، وهذه هي السنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل أعمال قال صلاة على وقتها. وصلاة على وقتها كان حديث ضعيف، لكن هو المعنى الصحيح الذي يرتجى منه. نعم، الصلاة على أول وقتها. وقوله: وفي الباب عن جابر بن عبد الله وخباب نعم وابن مسعود. حديث جابر بن عبد الله خرج البخاري في وقت المغرب، وخرج مسلم أيضا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. حديث خباب هو قوله: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر رمضاء في جباهنا وأكفنا. كان يسجدون، تعرفون المدينة أو مكة في الحر لو سجدت ترى، أنت تحسب عندما تطوف أنت أو تسجد على السيراميك ولا شوف الرخام اللي معمول في الأرض، هذا تحت مكيفات أصلا، تحت مكيفات، عشان كده أنت تسجد تقول أين ما يقولون. لا والله، ده في الثمانينات كان ممكن الجلد يتساقط من في السجود. أخبرني بعضهم، كنت أنا لسه ما زلت صغيرة، لكن أخبرني أنه الجلد كان يتساقط. ونحن أيضا عندما كنا نذهب إلى هناك كان الأمر شديد، الحرارة شديدة جدا هناك. فشوف قال شكونا إلى رسول الله حر الرمضاء، وهذا قبل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبرده، هذا قبل أن يشرع الإبراد بصلاة الظهر. يقول شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا، فلم يشكنا، أي فلم يزل شكوانا، ما زلنا
على الصلاة. وفي رواية قال كنا نصلي نضع الثوب فنصلي عليه نسجد عليه. قال فكنا نسجد على ثوبنا على الثوب من شدة الحر. وكان يقول وإذا زالت الشمس فصلوا. أما حديث أبي برزة فأخرجه البخاري ومسلم بلفظ كان إذا كان الهجير التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس، يعني كان النبي يصلي حين زوال الشمس. وحديث ابن مسعود رواه ابن ماجه بلفظ شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر رمضاء فلا مشكلة. لكن هذا الحديث عن ابن مسعود هو الحديث عن أنس وعن خباب آسف. أما في الرواية طريق ابن مسعود رواه ابن ماجه وهو ضعيف، فيه زيد بن جبير قال أبو حاتم ضعيف، قال البخاري منكر الحديث. وحديث أنس في الصحيحين، حديث أنس في البخاري ومسلم بلفظ إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر، سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. وأما حديث جابر بن سامرة فقد أخرجه مسلم بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا ضحضت الشمس، إذا زالت يعني تحركت من كبد السماء. كل ذلك دلالة واضحة جدا على أنهم يقفون على التعجيل في الصلاة حتى شرع لهم الإبراد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا. وحسن الترمذي الحديث مع أن شعبة تكلم فيه حكيم بن جبير، والبخاري أيضا قال تكلم فيه شعبة، وأحمد قال منكر الحديث له نكار. والحقيقة أنه ضعيف، الحقيقة أنه ضعيف، لكن الطرق يقوى بالطرق. وتحسين الإمام الترمذي له فيه دلالة أنه معتبر عنده، لكن كما قلت كانوا يتهمون الترمذي بالتساهل وهذا خطأ بين، لا يؤخذ منه هذا الكلام، هذا الكلام لا يؤخذ ولا يقال عن الترمذي متساهل، خطأ بين أن يقال على الإمام من أئمة الشأن. تعرفون من الترمذي؟ الترمذي سبحان الله الترمذي كان يذكر علل وضعف الحديث وعلل الحديث أكثر من البخاري. الترمذي اهتم بالكلام على التأصيل الاصطلاحي في الحديث أكثر من البخاري في كتابه. فلا صح الجرأة أن يتهم إمام مثل الترمذي، الجرأة عليه ويتهم بالتساهل. قال أهل سعيد القطان قد تكلم شعبة في حكيم ابن جبير، هو شعبة تكلم فيه لحديث من سأل الناس وله ما يغني جاء يوم القيامة وسألته فيها في وجهي خدوش وخموش أو كدو أو كدوح، فقالوا ما يغني؟ قال 50 درهما. حديث ضعيف جدا، ولذلك شعبة رد حديثه بذلك، قال أدخل النار، يعني لو رويت عن هذا الرجل أدخل النار، كلام قريب من ذلك. لكن سفيان روى عنه واعتبره العلماء، وقلنا أن الحديث الإسناد فيه يعني كلام. النسائي قال ليس بالقوي، وأحمد قال منكر الحديث، الدارقطني قال متروك. قال معاذ قلت لشعبة حدثني بحديث حكيم، قال أخاف النار إن حد أن أحدث به. والحديث الذي أنكروه عليه جاء عن ابن مسعود وجاء ابن عباس، عن ابن عباس مثله. ثم قال المصنف عن أنس بن مالك قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني من ثقات الأزبات رواه الجماعة، أحبك الله الذي أحبتنا فيها خليفة، أحسن الله لكم جميعا. قال أخبرنا عبد الرزاق الصنعاني اليماني يعني عمي فتلقن اختلط بالآخرة، كان فيه تشيع لكنه صاحب المصنف الكبير. معمر بن راشد الأزدي اليماني البصري، معمر أثبت الناس في الزهري من الثقات الأزلات الأولى والجماعة. لما نزل اليمن وعلموا ما فيه من ثقة العلم قالوا قيدوه، قالوا كيف؟ قال زوجوه. وعن الزهري أمير المؤمنين في الحديث، الزهري أمير المؤمنين في الحديث قال أخبرني أنس رضي الله عنه وارضاه ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين أن رسول الله صلى الظهر حين زالت الشمس. وهذا هو شاهد من الشواهد التي تقوي هذا الحديث. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح وهو أحسن حديث في هذا الباب. وفي الباب أيضا عن جابر طبعا صلى حين زالت الشمس، هذه فيها دلالة أيضا على التعجيل. ومن فرق بين الشتاء والصيف قلنا هو التفريق بلا مفرق، بل كان يعجل بالصلاة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي. عندما سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. لكن حقيقة الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في آخر الأمر كان يأمر بالإبراد بالظهر، قال أبردوا إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر. لكن هذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه أيضا
كان يعجل بصلاة الظهر. طيب الفوائد المستنبطة: فعل النبي تشريع، لأبي بكر وعمر سنة مستقلة لذلك احتجت بهما، قال طالما أبي بكر ولا من عمر. إثبات الرخص في ديننا، إثبات الرخص، لأن النبي لما قال خباب شكونا إلى رسول الله من شدة من حر الرمضاء فلم يشكنا، لم يزل شكوانا يعني، حتى شرع بعد ذلك أن أبردوا إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر، إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر. طيب نترك دقيقتين الأسئلة، لو في أسئلة تفضلوا، ليتها تكون مرتبة حتى نجيب عنها، وعندنا نسائي وعندنا الفروق الدلالية بإذن الله تعالى. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.